حلقة جديدة من حلقات المداح الجزء الرابع ما بين الحقيقة والخيال. النهاردة هنتكلم في فيديو الحلقة بتاعت النهاردة. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ادعمني بلايك لو سمحت من غير رغي كتير. يلا بينا على الفيديو. النهاردة شفنا المداح وهو راح للست السقارة ولقى جوزها. طبعا جوزها عنده مس قوي جدا، والحمد لله ربنا جعله سبب في شفائه وظهرت مليكة. وكل دوت يا جماعة ان دل يدل على ان ربنا سبحانه وتعالى قال قاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا، صدق الله العظيم. ايا كان الشيطان مهما كانت قوته هو بالنسبة لنا كيده ضعيف، لان ربنا سبحانه وتعالى قال عليه كده. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، في حين ان في معلومة بيحاول دايما يزرعها في عقول الناس الدكتور سميح لو بيمثل قزح عن قوة الجن وقوة مش عارف ايه وازاي وعظمته وقدرته ومش عارف ايه، ودايما بيدي مثال للجن اللي قال لسيدنا سليمان انه هيجي بعرش ملكة بلقيس قبل ما يقوم من مقامه. لكن هو بيفسر اللي على مزاجه، هو ماشي، هو الجن كعفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك هذا واني على ذلك لقوي امين. ماشي، ما اختلفناش، ده قوة الجن. لكن في قوة اعظم منه بكتير جدا جدا جدا، مقام سيدنا سليمان كانت الجلسة اللي هو بيعملها، ودي كانت بتبقى من الصبح لحد الظهر. دي الجلسة هي دي المقصود بمقامك هذا، يعني كان هيجيب عرش ملكة سبأ في كام ساعة، في 3 ساعات مثلا أو 4 ساعات. لكن في الجزء الثاني من الآية قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهنا قوة اسم الله الأعظم اللي أعظم من أي قوة على وجه الأرض أو في السماوات حتى لا تضاهى. وقبل أن يرتد إليك طرفك، وعلمه من الكتاب دي مقصود بها اسم الله الأعظم. واللي عمل كده أوصف بن برخية كاتب سيدنا سليمان ودراعه اليمين. أوصف بن برخية دعا باسم الله الأعظم فالدعوة استجابت في الحال، وعرش ملكة سبأ حضر قدام سيدنا سليمان في لحظة، في لحظة قبل، يعني قبل ما عينك، قبل ما العين تبربش بتاخد حوالي من 5 ل10 ثواني ما بين ردة الطرف والتاني. يعني انت بترمش، عينك بترمش كل من 5 ل10 ثواني بالكتير. في الفترة الثواني القليلة ديت كان عرش ملكة سبأ جه من اليمن لغاية فلسطين. وهو دي قوة اسم الله الأعظم. بس الشيطان بيدلس على الناس وعايز يعرفهم، اللي هو الدكتور سميح عايز يعرفهم قوة الجن وقوة الشياطين عشان دايما يعيشوا في رعب وخوف ويسيطر عليهم. عشان كده ربنا قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ورهقا يعني خوفا وفزعا. ما تستعنس بالجن عشان تستقوى بيه، استقوى بقدرة ربنا الأعظم، هو ده اللي تستقوى بيه وتستعين بيه. وطبعا انا لاحظت، طبعا لاحظت ان الخصاب لبس الخاتم اللي هو العقيق الاحمر عشان خاطر يقدر يصرف مليكة من قدامه وما تقفش قدامه. وزي ما قلت لكم العقيق الاحمر من الاحجار القوية جدا اللي بتصدر موجات كهرومغناطيسية ما فيش جن يستحملها. وطبعا الاشتغالة اللي اشتغلوا بيها حسن اخوه ان هو ضحى بابنه ان هو عشان يجننوه كده، هو ما ضحاش بابنه ولا حاجة، ده ملعوب عملوه عليه عشان يجننوه ويطيروا عقله وينتقموا منه. ولكن برضو سكة الشيطان دايما اخرتها خسارة، مهما حققت من مكاسب لما هتيجي في الاخر هتلاقي نفسك خسران. المشكلة انك هتبقى خسرت الدنيا وخسرت الاخرة الاتنين مع بعض، لا يمكن هتكسب اي حاجة من سكة الشيطان. بكده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. كان معكم ممدوح المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.